وسام صباغ. عم نتطلع بالبوستر بنقول اكيد وسام دوره مشاكس اليوم، مجنون دوره عصبي. شوفي شوفي انفعالاته. روني يزبك مخرج مخيف، كتير عصبي، كتير عنده هيك عالم خاص فيه، وبنفس الوقت مبدع بمجاله كمخرج، مفترض هيك يعني. وبيلتقي بجوليا اللي بتحب التمثيل وحياتها التمثيل، تشتغل معه، وبنفس الوقت بيتعرف بالصدفة على رفيقتها اللي هي جيسي عبده، ريما. ريما ببلش في إعجاب بينه وبينها، وهو ما عنده المواصفات اللي ريما بتحبهم بالرجال، فبصير بده يخلقهم فيه لحتى يلفت لها نظرها. كله جنون بجنون يعني. دايما الممثل من وقت للتاني بعيني مع المخرج لانه بعيدوا المشهد اكثر من مره وبكون دايما نيئه. انت اخذت بطارك هيدي المره بلعب دور المخرج من الممثلين؟ انا اخذت بطاري من المخرج الاصلي الي حبيب. كنا عم نتنافس على موضوع مين بيسمع كلمه، يعني الفريق مين بده يسمع كلمه المخرج وسام اللي هو مخرج بقلب الدور او المخرج الحقيقي للعمل. فكان في اجواء مهضومه يعني، قال له يا انا يا انت، ما في مخرجين على السات يعني. لا حلو حلو، انا اول مره بعمل دور مخرج وهيك عصبي وهالقصص يعني، دور جديد علي. هلا كوميدي اوكي منه جديد علي، بس اضفت له هيك نكهه حلوه وان شاء الله بحبوه العالم. شو النكهه اللي حطيتها يعني؟ اللي هي لمسه الكوميديا اللي انا بوجودها بكل دور بعمله يعني، في لمسه او في ستايل خاص في انا بلعبه بالكوميديا. عم تعرف الكوميديا، كل ممثل كوميدي له ستايله، له طريقته، وانا طريقتي بزرعها باي شخصيه جديده بلعبها اذا كانت كوميدي. اذا كانت دراما شيء تاني، اللي هي ما بتسائب هلا، ان شاء الله بتسائب. وسام انت صرت تعصب بس حدا يقول لك يا وسام اظهار من الكوميدي وفوت على دراما، صرت تعصب من الموضوع؟ لا ما بعصب، بالعكس انا بدي اياه يصير، بالعكس انا بدي اياه يصير. انا عندي تعب من هذا الموضوع، انه يا عمي انا ممثل، الممثل هو انسان، والانسان عنده كل الانفعالات بالكون يعني، عنده الغضب والفرح والحزن واليأس. فليه حاصريني بهالنوع من الادوار اللي هي كوميديا؟ خي انا عندي شيء بلس، عندي شيء اضافي، موهبه الكوميديا اللي هي موهبه نادره، بس انا بعرف كون انسان العب تراجيدي. كثير بيتعبني هالموضوع، رح اقول لك شغله، مرق سنين ما كان فيها ولا عمل كوميدي، شو بعمل انا كممثل؟ فكرمال هيك بقول الممثل بكل دول العالم، الممثل اذا كان كوميدي بيعمل كل الادوار، وشفناهم حتى عربيا في نجوم لعبوا كل النجوم اللي عندهم الكوميديا، لعبوا الدراما بنفس المستوى. انت حظك حلو لانه في ادوار كوميدية، لانه عم بدقوا بابك، عم بدقوا صاروا كتير بابك اكتر، لما بيعرفوا وسام صباغ بينجح بالكوميدي. انا بقول انه اوكي الحمد لله عم اشتغل بمجال الكوميديا، وهيدا شيء صرت حافظه، صرت بعرفه، الناس بحبوني فيه، بس انا بصلح لانه كون كمان عم بوصل انفعالاتي واحاسيسي اللي لها علاقه بالتراجيديا، وانا ما بدي ضل محصور بهالمجال اللي انا محطوط فيه هلا، حرام. وسام كنا هلا عم نطلع على البرومو تبع المسلسل، شفنا مرق هيك شيء حسيني هيك ملفت، وقت عم تقلها لماجي بغصن بدي اياكي بطه عم تغني لحسين الديك، ما خفت انه هيدي الشغله تعمل حزازيات بينك وبين حسين الديك، انه يعتبر انه انت عم تستخف بفنه او شيء؟ هلا بالنهايه في كاتب للنص، مش يعني انا عم بأدي المكتوب. لا ما بحس، بالنهايه نحن هيدا جو كوميديا، جو في فرح، فما لازم يكون في زعل بهذا المطرح. لا ما بحس رح يزعل يعني، وان شاء الله. فكرت بالموضوع؟ والله فكرت شوي، هلا انت عم بتفكري زياده، بس ان شاء الله ما بيكون في هيك، بالعكس. لكن العمل بيحترم كل الناس وبيقدم كوميديا نظيفه لكل العالم. وسام انت جمعك يعني اكثر من عمل مع نادين الراس، الممثل نادين الراس، وعم نشوف هلا حاليا في مثل حرب تشن ضده، انت شو رساله بتوجهها اليوم للاشخاص اللي عم بشنوا حرب على نادين؟ والله شبعنا حروب، لا بدنا حرب على نادين الراسي،
ولا بدنا حرب على اي زميل من الزملاء، لان احنا كان في عشرة. يعني انا اشتغلت انا وياها مش ظابطة، من اجمل الاعمال الدرامية واللي حبوا كل العالم. ما بدنا حروب تجاه اي حدا، شبعنا حروب اصلا يعني. فمنشوفوا ان احنا سوري يعني ببلاد برا كيف بيدعموا بعض، فنحنا بندعم بعض وبنوقف حد بعض، ولان الانسان بيمرق بحالات بيكون بحاجه لدعم من رفقاته ومن زملائه، فنحنا حدا وان شاء الله يكون في محبه بيناتنا كلنا يعني. شو النصيحه اليوم اللي بتقدم لي؟ يعني نصيحه بانه انت مع انه تطلع هيك كثير على السوشيال ميديا وتكون هالقد عفويه؟ شوف، احيانا العفويه تفهم غلط، الراي الصريح يفهم غلط، الصراحه الزياده تفهم غلط، الحقيقه بتفهم غلط. فانا بقول لا، انه يمكن في كلمه لو انا مآمن فيها اذا بقولها وبتسبب مشاكل، خلينا يعني هيك احيانا نغلف الاشياء بشويه مجامله، معلش احسن ما نعم. يعني عم بقول لك في ناس تتضايق مجرد ما قلتي لها الحقيقه، فانا بقول لها ما كل شيء بتفكر فيه دغري تقوله. انا هيدي نصيحتي. ايام نحن بلحظتها بنحكي، بعدين يمكن اذا عدنا بيننا وبين حالنا بنقول يمكن تسرعت شوي. نادين بقول لك ما تقول اللي بقلبك دغري، فكري واجل الموضوع شوي، يمكن انت ترجع تغيري رايك.